بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا مشاهدي قناة القرآن الكريم أينما كنتم وحيثما وجدتم، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في رحاب هذا العدد الجديد من برنامجكم الاجتماعي برنامج مفاتيح مباشر، ويستمر معكم إلى غاية الخامسة والنصف بحول الله سبحانه وتعالى. موضوع تربوي إليكم مشاهدينا الأفاضل، وفي نقاشنا في هذه الأمسية بحول الله سنتحدث وتحت عنوان ثمرات صلاح الأبناء. سنناقش وإياكم مشاهدينا الأفاضل هذا الموضوع التربوي الذي يشغل الكثير من الآباء والأمهات، إن لم نقل كل الآباء والأمهات، فمن من الآباء أو الأمهات من لا يسعى إلى صلاح الأبناء ويسعى في ذلك جاهدا، سواء عرف طريق إلى ذلك أم لم يعرف الطريق إلى ذلك. سنتحدث عن خطط حياتية من شأنها أن تمكن لنا من أن نكون في طريق صالح لأبنائنا في تنشئتهم، ونتحدث كذلك عن ثمرات هذا الصلاح سواء كان في حياتنا الدنيا أو بعد مماتنا أو في الآخرة. نتشرف مشاهدينا الأفاضل أن تبقوا معنا، أن تتابعونا، أن تشاركونا كذلك النقاش من خلال الاتصالات عبر خطوط الهاتف التي تظهر أرقامها من حين إلى آخر في أسفل الشاشة. تشرف يا ما شرف أن نناقش موضوع اليوم مع أستاذنا الأستاذ عمار رقب الشرفي. مرحبا أستاذنا. مرحبا بك أخي يمين، ومرحبا بدكتورنا الفاضل وبإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا وأن يزيدنا علما وعملا إن شاء الله. أمين يا رب. بارك الله فيك أستاذنا. بروفيسور فضل الفتيمي، مختص في علم الاجتماع. مرحبا بروفيسور. مرحبا أخي أمين، وبارك الله فيك أولا على الدعوة، وكذلك أشكر القائمين على هذا البرنامج وخاصة هذا الموضوع الاجتماعي المتميز. الله يبارك فيك. هو موضوع اجتماعي، موضوع تربوي يهم كل الأباء والأمهات، كيف لا، ونحن ننشد تلك القيمة صلاح الأبناء. الكثير من الناس ربما ينشد هذه القيمة، ينشد هذه الغاية، ولكن قد لا يدرك الطريق الموصلة إليه. طبعا بما يبدأ صلاح الأبناء. بارك الله فيك، بارك الله في إخواني القائمين على الحس على اختيار هذا الموضوع. أتمنى من كل أخ وأخت أن يولوا اهتمام لهذا الأمر، لأنه أساس ما جعل لأجله الزواج. يعني من الأهداف الأساسية للزواج هو النسل الطيب الذي تعمر به الأرض ويبنى به العمران وتشاد به الحضارات وما إلى ذلك. بداية الأمر بيد الله تبارك وتعالى، يعني كل ما نناله في هذه الحياة وبفضل الله تبارك وتعالى. فلهذا من أهم عوامل الولد الصالح الدعاء، الدعاء الصالح. الدعاء الصالح بداية بالدعاء بالزوجة الصالحة أو بصلاح الزوجة، وأيضا إلى دعاء الدعاء للولد، وأيضا الدعاء من الوالد. يعني انتبه ذاك الربط، يعني الدعاء بصلاح الزوجة والدعاء بالزوجة الصالحة لمن لم يتزوج، وأيضا الدعاء للأولاد بالصلاح، ودعاء الوالدين، لأنه أثر بر الوالدين في صلاح الأبناء كبير جدا، وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله. الخطوة الأولى في أو الطريق إلى الولد الصالح أو سر الولد الصالح هو الصلاح الذاتي. عندما نتحدث عن الصلاح الذاتي نتحدث على قول الله تبارك وتعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فكن طيبا ليكرمك الله بالطيبة، وكوني طيبة ليكرمك الله بالطيب. لأني كثيرا ما أسأل من إخواني أخواتي، قال: كيف أحصل الزوجة الصالحة؟ الأمر الأول كن طيبا لتدخل ضمن مخطط دعائها وهي تسأل الله زوجا صالح، كما كان يقول سلفنا الصالح: كن علي تكن لك فاطمة. يعني كن كلها عليا تكن يعني لك فاطمة. نعم، يعني فالأمر الأول هو كن صالحا. ومن الجرائم يعني المنتشرة في مجتمعنا تزويج غير الصالح أو تزويج الصالح غير الصالحة بحجج في كثير من الأحيان، يستعقل يتربى ما عليش كذا، ثم لا يحصل ذاك التكافؤ وتحصل حروب ضحيتها حينها الأبناء.
إذن الأمر الأول هو الصلاح الذاتي، ثم اختيار الزوجة الصالحة، لأنه في النهاية من تقضي أوقات كبيرة تربية الأبناء، ومن تقوم على خدمة الأبناء وتنشئتهم النشأة السليمة هي الأم. أكيد يعني الزوجة، أكيد الزوج عنده دور عظيم يعني في التربية، لكن أساس هذه التنشئة وهو يرضع حليب أمه بحلال أم بحرام، بقرآن أم بغفلة، وهي حاملة به، أتقرأ القرآن أم تستمع إلى ما لا يليق، أتشتغل بالذكر أم باللهو. الأهداف، لأنه الآن طبيا نسمع أطباء يتحدثون على انتقال المشاعر، مشاعر الأم إلى الجنين، انتقال الطاعة، يعني نحكو على كل شيء، نحكو على الأمراض المتنقلة أو الأمراض الوراثية، ماذا عن الطاعة الوراثية، ماذا عن الحب الرباني الوراثي، ماذا عن الصلاح الوراثي، لأن هذا يتلقى عواطف ومشاعر. إذن الزوجة الصالحة عندما تختار زوج صالح يعينها على هذه التنشئة لأبنائها، وكذلك الأخ الفاضل عندما يتقي الله يوفقه الله، حينها يوفقه الله لزوجة صالحة فتعينه على هذه التنشئة، لأنه هو ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وخاصة أن المرحلة الأولى من الحياة حتى 3 سنوات لا يوجد تعبير من الولد، وإنما يوجد عنده تلقي، هذا التلقي والتخزين ينعكس يبني شخصيته في تلك المرحلة فما بعدها، وينعكس على حياته فيما بعد، وأيضا حتى من حيث التنشئة، لأنه عندما يكون هدف صالح يبتدأ فيه من اليوم الأول للزواج، تضع الزوجة والزوج مع زوجته يضعون برنامج للتربية، وهذا يقودنا أيضا إلى فكرة مخطط التنشئة الصالح، لأننا في كثير من أحياننا حتى نحن يعني لا نتحدث بتنظير، نحن ننفق على الأولاد، نطعمهم، نسقيهم، نكسوهم، ممكن نأخذهم إلى المدرسة النظامية، لكن هل يوجد عندنا مخطط واضح لتربية الأبناء؟ هذا المخطط قد نصيب فيه وقد نخطئ، لكن أقل شيء يوجد مخطط متوازن، وهنا أتحدث على التربية المتوازنة، أن يكون عنده جانب لعب وجانب تربية وأخلاق، جانب حواري في البيت وإنصات، جانب ترفيهي، جانب علمي، جانب طاعة، فينمو على ذاك التوازن الذي يصنع شخصيته فيما بعد، ونرى بعد ذلك الولد الصالح. هل يوجد هذا بيننا كأزواج؟ أن يجلس خاصة في السنة الأولى أو السنوات الأولى أو حتى قبل أن يصير الأبناء عندهم شخصية، ويعني ربما كثير من الناس تشتكي بعد هذه المرحلة خاصة في سن البلوغ، يعني عندما يصبح مميز وعاقل وراشد، هل يوجد عندنا مخطط؟ وعندما أتحدث عن المخطط أتحدث على المخطط المشترك، لأن من مضار التربية الصالحة والتربية الحسنة هي عدم الاتفاق على الأسلوب أو الطريقة أو المنهجية، عدم وضوح الهدف في التربية بين الزوجين، وخاصة بعض المجتمعات بين العائلة حتى ككل، يعني الوالدة الزوجة ربما تتدخل، وربما أهل الزوج يتدخلون، وربما خاصة في المجتمعات يعني مثلا العائلة الكبرى أو حتى العائلة الصغرى. إذن ينبغي وضوح الهدف، وضوح الهدف، والأمر الأساسي هو القدوة. عندما نتحدث عن الهدف يعني نصبح بعدها يعني في الميدان الأول، لأن العلماء يقولون كلمة ألف في رجل لا تعدل فعل رجل في ألف، لأن الولد في النهاية يحسن المراقبة لا الاستماع، الولد ذكي جدا، الأبناء أذكياء جدا أبناءنا، ويحسنون الملاحظة، هو يلاحظ أنك تطلب منه، وهذا الذي يحصل في حياتنا، أنه ترك من الألعاب وقم إلى دراستك، وأنا قابع أمام التلفاز، هل صليت وأنا لم أؤدي صلاتي، سأعاقبك وسأفعل كذا وكذا إن لم تقرأ القرآن وأنا لم ألحظك تفتح المصحف أمامي،
لهذا القيادة قدوة لهذا المختصر. إذا أردت أن تقود أبنائك للصلاح فعليك أن تكون قدوة أمامهم. نفس الشيء أمام يعني الأم. ويعني نتحدث على أمر آخر مهم جدا في تربية الأبناء وهو الدعاء. الدعاء إياك ثم إياك أختي، إياك ثم إياك أخي أن تدعو على أبنائك دعوة لا تليق، فلعلها توافق دا أبواب السماء مفتوحة فيستجاب لها. ادعوا لأولادكم بالخير. أحد أئمة الحرم المكي قال كانت أمي إذا غضبت مني تقول لي روح إن شاء الله تكون إمام الحرم، وأصبح إمام الحرم. صادفت دعوتها بابا مفتوحا فاستجيب لها. كان أحد علماءنا العلامة سعدي أبو جيم من أكبر علماء العالم الإسلامي يقول لي يا ابني كلمتان إياك أن تنطقهما، لا تدعو على أبنائك ولفظ الطلاق، اغضب تصرف أي تصرف في 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 مسألة الأبناء ادعو لهم بخير، ادعو لهم وليس عليهم. يعني الله روح يهديك. الله يفتح الله عليك ادعي ادعو لا بالأكثر، روح ربي حتى في عمتنا بعض المرات أدعية ما شاء روح ربي إن شاء الله يعطيك ويمنيك روح كذا، يعني ندعو بالصلاح. والدعاء أمره عجيب، يعني ربي سبحانه وتعالى يستجيب، وأفضل الدعاء أن نقوله ونحن موقنون بالإجابة، فكيف إذا كان بإلحاح. أيضا من عوامل من أهم عوامل الولد الصالح الأكل الحلال. لهذا أخي أختي إذا أردت أن يكون ولدك صالحا فأطب مطعمك تكون مستجاب الدعاء ويبارك الله في ذريتك. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فإن يستجاب له. كل جسم نبت من حرام فالنار أولى به. يعني فما فائدة هذا الطعام الحرام الذي تطعم به ولدك لينعكس سلبا عليك؟ هذه النقطة الأخطر، صح، لأن أولئك الذين يطعمون أبناءهم الحرام، والله أول تجربة الحرام وأول التدرج في الحرام سيبتدئ بوالديهم، لأنه أول ما يبدأ يسرق يسرق والده، وأول ما يبدأ يعصي الله يعصيه في والده. لأنه عندما أطيع الله في ولدي ربي سبحانه وتعالى كما تدين تدان يوفق ولدي لطاعتي. الأمر الآخر وهو من أهم عوامل التربية الحسنة بر الوالدين. بر الوالدين من أهم عوامل الولد الصالح، لأنك إذا بررت أبنائك والديك ستكون مدرسة متكاملة لأبنائك، بعيدا عن التنظير وبعيدا عن التحذير وبعيدا عن الإغراءات. سلوك عملي، أن يراك، حكينا على القدوة في الصالحات، أن يراك ولدك، أن يراك مطيع. وأتحدث على الأمور العملية، مش أنه ترفد الهاتف للوالدين خاصة الوالدة، أو لا، أن يراك والدك تأخذ الطعام لتأكله مع والديك، أن يراك تقبل والدتك، أن يراك تصبر على ذلك، خاصة الزوجة، خاصة الزوجة الذكية التي تكون سببا في نجاة زوجها وابنها، حين تعينهما على طاعة كما نقول بين قوسين عجوزتها حماتها. وهذا لصعوبة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول؟ من آثر زوجته على أمه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ما يقبل منه ربي لا فريضة لا نافلة. لكن عندما يرى الأبناء، فالزوجة العاقلة تعرف أن أنا في النهاية هذا الولد سيعاملني كما عاملت حماتي. الأمر الآخر هو الإخلاص لله. وما سر هذا الكلام؟ أن أجعل هذا الولد لله ليكفله الله ويحفظه الله. وش معنى هذا الكلام؟ يعني معناها أنا إذا ربيت الآن، أنا أربي ابني
ليكون هذا هدفي، ليكون عنصرا مفيدا في الإسلام، لا ليطعمني لا ليسقيني، لكن كبر يخدم عليا، لأنه ربي كلفنا أنه نعم. لأنه كثير من الأبناء قال، لأنه بالمقاييس المعاصرة واحد راه شهر وعنده تقاعد وساكن، يعني وش يدير بوليده؟ وليده هو من يحتاج إليه. أنا أقول له طاعة والديك هي طاعة، والإحسان والتربية الحسنة لأبنائك هي أيضا طاعة. واسمح لي أن أختم بحديث صحيح في البخاري لمرأة صالحة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في البخاري يرويه عبد الرحمن بن عوف، هو طويل، يقول إني لفي الصف الأول يوم بدر، فنظرت عن يميني ونظرت عن شمالي، كنا ذكرنا هذا الحديث، قال فإذا أنا بين غلامين حديثة أسنانهما، يعني مازالوا أسنانهم فيها الحليب، فتمنيت لو أن غيرهما مكانهما ليحميني. هذه معركة بدر مش لعب. هذا عبد الرحمن بن عوف قال فغمزني أحدهما فقال يا عم أتعرف أبا جهل؟ قال قلت نعم، فما حاجتك إليه؟ قال بلغني أنه يسب الله ورسوله، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. ثم وفقهم الله للقضاء على أبي جهل. هذه التربية تاع الأم عندما ربت ابنا ليعيش للإسلام. احنا الحمد لله الآن يوجد عندنا جيش يحمي الثغور يحمي الأوطان، لكن ماذا عن المعارك الأخرى؟ معركة الاقتصاد واللقمة الحلال والاكتفاء الذاتي، ماذا عن الوعي؟ ماذا عن الإعلام الحسن ونشر الطيبات؟ ماذا عن الطب؟ ماذا عن الهندسة؟ ماذا عن التخطيط؟ ماذا معارك كبرى في حياتنا. إذا أنا أريد من ابني أن يكون صالحا للإسلام والمسلمين، والهدف الهدف لأختم به هو أنه أختي الفاضلة وأخي الفاضل قد يكون صلاح هذا البلد وإصلاح هذه الأمة على يد ابنك، فاحرص على ذلك. ابن باديسكي كان يدور في قسنطينة وهو صغير، كان لا يرى إلا ولدا صغيرا مثل الشباب، مثل بقية الشباب، لكن كان جعله الله سببا في إيقاد صح هذه الجذوة الكبيرة التي حررت هذا الوطن بالإسلام والقرآن. فكذلك قد يكون ابنك صح. فنسأل الله تبارك أمين. وتعالى التوفيق. آمين لنا ولكم إن شاء الله. طبعا بروفيسور فضيل، اجتماعيا ماذا نقصد بالصلاح؟ عندما نقول اجتماعيا يعني المجتمع المسلم بتلك القيم بتلك الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حقيقة اجتماعيا أو سوسيولوجيا معنى كلمة صلاح نبدأها بمقولة وذكرتها في عدة حصص، وهو أن الولد هو هبة ربانية ومنحة إلهية ومشروع اجتماعي، إضافة أنه مشروع أخلاقي ومشروع ديني ومشروع نقول أدبي. أولا الولد هو نقول هو سر أبيه دائما. يقول سر أبيه، معنى ذلك أن الولد هو الذي يشرف أباه في المجتمع، هو الذي يعطيه له ذلك الصفة أو يعطيه ذلك المكانة الاجتماعية أو يعطيه ذلك الدور الاجتماعي، حتى أنه ينعت ذلك الابن والده فلان ابن فلان هو من ذلك من تلك العائلة، ويتشرفون به، لأنه حتى الدعاء الله يرحم والديك، الله يحفظ والديك، الله يعطيهم ويمنيهم، الله يحفظ ذلك الكرش اللي جابتك. وبالتالي عندنا أمثال وأمثلة كثيرة في المجتمع كله دعاء للولد من بفضل الأسرة وبفضل العائلة التي ينتمي إليها. وبالتالي العلاقة اللي موجودة بين الولد والوالدين أو الولد والأسرة هي العلاقة تتماشى مع أخلاقه ومع سلوكه الاجتماعي ومع دوره ومع ما نقول كسب من أفعال أو من نقول أشياء في هذا المجتمع. وبالتالي علاقته هي علاقة نقول علاقة حب وعلاقة احترام وعلاقة أخلاق وعلاقة
تقدير للوالدين، فكل سلوك يقوم به هذا الولد معنى ذلك نتائجه وثماره تعود إلى الوالدين، أحببنا أم كرهنا. وبالتالي فالسعي كل السعي والمكسب كل المكسب هو أن العائلة تسهر كما قال خونا عمار على أن تنجب أطفالا، هو صحيبة إلهي لكن هو مشروع اجتماعي، لأنه سيخرج إلى المجتمع ويتفاعل مع المجتمع، وإذا كان يتفاعل مع المجتمع يجب أن يتفاعل من جانبه الأخلاقي، من جانبه الخلقي، من جانبه السلوكي، حتى يعود الفضل والرزق. وحتى تقول واحد المقولة، من أفضل الرزق في الحياة ليس المال، المال هو في المراتب الدنيا، بل أفضل الرزق هو الولد الصالح. وهنا كيقول الولد الصالح، حتى أن في واحد المقولة في أحاديث حديث قدسي، يقول الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي: كيف أعذب عبدي تحت الأرض وولده يدعو له فوق الأرض؟ هنا يجب أن يكون ذكاء ويكون هناك نضج عائلي وأسري، أنا أريد أن أنجب ولدا يعني ينقذ أمة، هو الذي يحمل مشعل أقول العلم، كما كانت الأمهات نتاع الصحابة أو أمهات التابعين أو العلماء أو حتى علماء اللي نعرفهم في المذاهب الأربعة، أنت وأنا تقريبا وراء كل رجل عظيم امرأة، هم أمه التي يقولوا منعت نفسها من إعادة الزواج، ربت ابنها كما قالت أنا أكفيك بمغزلي وأنت أطلب العلم كما قال أحد العلماء. وبالتالي يقول أحمد بن حنبل أعتقد، وبالتالي يقول سفيان ثوري نعم. هلا خلينا نقول دائما، حتى في عند الغرب، لو عدنا إلى العالم الذي أضاء الكرة الأرضية هو توما أديسون، هو من وراءه أمه اللي كانت خياطة وهي اللي كانت تقوم بشؤونه، حتى أصبح نقول هو عالم من أكبر علماء، عنده أكثر من 1500 اختراع وبراعة اختراع في مجال الكهرباء والهاتف والتلغراف والمصباح وأهل مجر. أنا دائما عود أرد إلى القول تعالى في الحديث أو القول تعالى في الدعاء أو القول تعالى بعد الصلاة، أقول اللهم هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. معناه ذلك إنسان دائما يسهر ويعمل ويجتهد أنه ينجب أولادا يكونوا صالحين، لكن ليس فقط الدعاء فقط هو الذي يكفي، بل هو العمل بعد الدعاء. أول دعاء يقول من بين الأحاديث أو من الأقوال اللي نعرفوها أو درسناها أو شفناها، يقول أن من حق الولد على والده أن يختار له أما صالحة أو زوجة صالحة. وهنا يذكرون الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أسرق من خويا عمار، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم وخضراء الدمن، إياكم وخضراء الدمن. قالوا الصحابة: يا رسول الله، وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الجميلة الحسناء في منبت السوء. وبالتالي إذا كانت نقول إنسان يختار فقط من أجل الجمال، لا يختار من أجل الدين أو من أجل نقول التربية أو الخلق أو الصلاة، معنى ذلك النتيجة في نهاية المطاف لا تكون النتيجة المرجوة التي يريدها هذا الإنسان. فإذا كان إنسان اختار أم صالحة، وهنا نعود نرد كما قال خونا عمار في الآية: الطيبون للطيبات والطيبات للطيبون. إذا كان هذا هو هذه المعادلة في الحياة الاجتماعية أو في الاختيار أو في الانتقاء أو في الاصطفاء، معنى ذلك هذا الإنسان قد نجح أولا في أول امتحان أو في أول اختيار أو في أول عمل، وهو أنه اختار الأم. الآن بعد الأم، ما جاءت الأم الآن كمشروع اجتماعي، وهنا تأتي الهبة. بعدما يكون هناك علاقة زواج، هناك هبة، الولد هو هبة إلهية ومنحة ربانية ومشروع. الآن ماذا هو دورنا أو ما دورنا نحن الاثنين في هذه الهبة؟ هو كيقول هبة معناها منحة عند الله سبحانه وتعالى، أنه سيكون صالحا للمجتمع، ويمكن أن نسترقي أو نستثمر أو نقول نكسب هذه الثمرة أولا في حياتنا الاجتماعية أو حياتنا الدنيا، ثم في حياتنا الأخروية. في حياة الأخرى فينا نعود إليها فيما بعد، لكن الآن في حياتنا الدنيا، أولا إذا كان عندي ولد صالح أربيه أعلمه تنشئة اجتماعية صالحة، أربيه على الدين، على الخلق، على القيم، على الحياة، على العمل، على الجدية، على أنه يكون صانعا لمجتمعه، مدافعا عن مجتمعه في كل مناحي الحياة، كان فيزيائيا، كان رياضيا، كان عسكريا، كان أمنيا، كان اقتصاديا، كان مربيا، كان أبا في مشروع آخر، معنى ذلك ينطلق أو ينتقل هذا الصلاح منه إلينا أو منا إلينا أو منه إلى أولاده، وبالتالي نكون قد كسبنا ثمرات تقريبا متتابعة، لأن كنا قمنا بصداقة جارية
جارية، أنا كنت صدقة جارية لوالدي، وأكون صدقة جارية لأولادي، وأولادي يكونوا صدقة جارية لأولادهم، وبالتالي الكل مستفيد من الجد الأول إلى آخر ولد في يوم القيامة. ذرية بعضها من بعض. وهذا نعم، وهذه كلها بعضها من بعض. هذا تخلينا نقول دائما الإنسان يسهر ولا ينجب أطفالا ثم يرميهم للشارع ويقول الشارع هو الذي تكفل بهم. أنت مسؤول، واحد ستسأل، اثنين وستستفيد أو تستثمر من هذه الثمرة أو هذا الصلاح في حياتك الدنيا باسم أو بوظيفة أو بمكانة أو بقول كلام طيب عنك وعن عائلتك، لأن دائما الإنسان الولد هو المكسب وهو الثمرة لهذا الأب أو لهذه الأم أو لهذه الأسرة، لأنه هو يقول يأتي منه الخير إذا ما أحسننا إليه وما أربيناه تربية صالحة. الله يبارك فيك بروفيسور. سنستزيد من هذه الثمرات التي ذكرت جزءا منها على الأقل في الحياة الدنيا مع زميلة دلال الماضي من خلال هذا الروبوتاج، تحدثنا عن أهم الثمرات التي يمكن أن نجنيها من صلاح أبنائنا. صلاح الأبناء هو خير كنز يحصل عليه الأبوان في حياتهما، وهذه الهبة تأتي ثمرة تفاهم الوالدان ورسم هدف يعد أسمى الأهداف في الحياة. عملية التربية عملية دائمة ومستمرة من قبل ما يولد الطفل باختيار الوالدين، هذه أولا. ثم عملية التنشئة في الأسرة، الأسرة لما تتضافر بمجهوداتها المختلفة نفسية ومادية واجتماعية وثقافية أيضا ودينية حتى، هي التي تسمح بأن تنشئ طفلا يتربى ويترعرع في جو وبيئة سليمة، عندها قيم، عندها أخلاق، عندها مبادئ، تغرس فيه محبة نفسه أولا، محبة أسرته، محبة أسرته الواسعة والكبيرة، ثم مجتمعه. فهذا الإنسان السوي الذي ينشأ في أسرة سوية أكيد راح يواصل مشواره وطريقه بنفس النمط، هو أن يكون عنصرا إيجابيا وفعالا في مجتمعه، يتربى تربية حسنة. قد يتأثر الأبناء بمحيطهم الخارجي، مما يصعب على الآباء التحكم في أبنائهم، مما يؤدي إلى الانحراف. هناك ظروف ومصاعب أيضا وعقبات تعترض طريق هذا الفتى أو هذه الفتاة، خاصة لما يكون عرضة في الشارع، في المدرسة، في مؤسسات أخرى للتنمر، للصحبة السيئة. هنا يبدأ الخطر يهدد هذا الطفل، إذا كانت شخصيته ضعيفة نوعا ما فإنه سوف يتأثر بهذا المحيط الجديد الذي سيحتضنه، سيستمع إليه، سيجعله ممكن جدا أن يكون هو قائد المجموعة أو الشلة الجديدة، ويبرهن على قوته وقيادته تلك بأعمال منحرفة، بسلوكات خطيرة جدا تنعكس عليه وعلى المجتمع وعلى محيطه ككل. السيدة فاطمة من بين الأمهات التي تجتهد في احتواء أبنائها بكثير من الحوار والمحبة. أنا في الأبناء لازم دور الأولياء على الأب والأم، وملي يكونوا صغار، ملي يكونوا صغار تبذلي مجهود معاهم، لازم تكوني حاضرة، ما يقولوا 24 ساعة على 24 ساعة. الأطفال لازم تسمعي لهم، لازم تفهميهم، لازم تعيشي معاهم، فوالا. وكل واحد واش يطلب، فوالا، وتعطيت كل واحد حقه. لا في الأول شوية كان هو بطبعه شوية مقلق، مي من بعد صابة معاه، رانا معاه، يعني كما قلت 24 ساعة على 24 ساعة، بالعقل نو تقدري تحتويه، تقدري تعطي له واش يسحق. ما يبانش عليهم بعد هذاك التوتر، ما يبان عليه القلق، ما يبان عليه، هو ديجا يولي يتعامل معك عاديا. الأم والأب وهما يقومان قاما بعملية التربية أو التنشئة الأولى، منحاه الحب والعناية والرقابة اللازمة والتوجيه والرعاية. فلما يصل إلى سن المراهقة خاصة، الطفل صار له بعض الحرية، بعض الاستقلالية في الخروج، في الاحتكاك بناس، بمجموعات أخرى بناس. إذن هنا
دور الوالدين هو أن لا يستسلموا وأن لا يقولوا بأن ابننا قد كبر وصار رجلا وصار يعتمد على نفسه، ولكن مهمة الأسرة هنا ليست المراقبة والوصاية لأنه عنده بعض الاستقلالية، وإنما مهمتها هي المرافقة. هذه المرافقة كيف تتم؟ تتم عندما نقف مع ابننا ذاك أو بنتنا، نقف معها وقفة تشعر فيها بالمحبة، تشعر فيها بالحنية، تشعر فيها بالاهتمام، تشعر فيها بالرعاية. والرعاية هذه تتمثل في ماذا؟ أن نفتح معها مجال، معه ومعها مجال الحوار، أن نناقش معها الأمور التي تهمها، اهتماماته، رغباته، هواياته، أن نفتح معها المجال ونناقش معها الأمور التي يناقشها مع هؤلاء الأصدقاء، مع هؤلاء الرفقة. إذن هنا الوالدين يقومون بدور جديد، وهي أن يصاحبوا هذا الابن، أن يمدوا معه جسور الصداقة، جسور المحبة. وتبقى مسؤولية الآباء قائمة لمد جسور الصداقة والمحبة والحوار لأبنائهم. أشكر زميلة دلال على هذا الرباطاج، هذا الموضوع الذي كان في ثمرات التربية الصالحة للأبناء، كيف نستفيد من صلاح أبنائنا كأولياء. ولا شك في أن ما عرض في الرباطاج هو ذلك الامتداد إن صح التعبير، أو ذلك العمل المتواصل وتلك الدوائر التي يجب أن يكون التنسيق بينها، المدرسة وحتى النوادي، الأم، الأب، المحيط بشكل عام، وذلك الدأب إن صح التعبير أو التواصل في تلك العملية. كأننا بصدد الحديث عن زرع نبات، فيجب أن تزرعه ثم تتعهده من حين إلى آخر، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. نعم، بارك الله فيك. نعم، هذا الذي ينبغي، لأنه التربية هي عملية شمولية. نحكينا على أنه ينبغي أن تكون هناك تربية لا عناية جسدية فقط. صح. يعني تربية معناها أنه تراعي مختلف احتياجات هذا الولد، يعني النفسية والاجتماعية والدينية وكل شيء. وأيضا أنه العمل التربية لا يقوم بها شخص بمفرده. حكينا على الهدف المشترك داخل العائلة، يعني داخل مع الأب والأم. كثير من الأفاضل ربما يهتم بولدي، لكن عندما تكون الأم عندها أهداف مختلفة، عملية التربية لا تؤدي أكلها. عندما تكون الأم مهتمة والأب مقصر في السعي في تحقيق هذه الأهداف، إذن عملية التربية ما نشهد كثير منها الآن، نحن في عطلة، كثير من الآباء والأمات يقول لي أنه راح في ثلاثة شهر، راح في شهر ولا في أسبوع عند أقاربه ولا فاميلته ولا أحضر مناسبة، اختلف كل شيء. إذن هنا نتحدث عن المحيط. عندما نتحدث عن المحيط نتحدث عن القيم المشتركة، ماشي شرط أنه فلان ملتزم غير ملتزم، لكن القيم المشتركة، يعني أنه توجد قيمة عمل، توجد قيمة انضباط، يوجد قيمة صلاة مثلا أو عبادة، يوجد قيمة الألفاظ التي لا تليق لا تقال، يوجد قيمة احترام، يوجد. إذن هذا اللي أسعى أن أحصله في الجيران، في السعي في صحبة أبنائي في المدرسة. لأنه ملاحظة بسيطة هي أنه أثر الأصدقاء والصحبة في المدرسة أكثر بكثير من المدرسة في حد ذاتها. لهذا شوف وليدك مع مرة يمشي أكثر من أنه وش راه يدرس، لأن المعلم في النهاية لن يطلب منه إلا كل خير، سيعطيه قيم وأفكار وكذا، لكن ذاك الذي يمشي معه خارج القسم أو يتعامل معه في الصف، هذاك التلميذ هو الذي يصنع قيم ابنك. إذن السعي في صناعة صحبة صالحة، جيران صالحين، لأنك شئت أم أبيت في النهاية عندكم مرافق مشتركة، عندكم أمور يعني لا ينفك أحدكم عن الآخر فيها. الآن المحيط، لهذا في الزواج دائما ننصح أنه الكفاءة، اختار المحيط الذي يناسب أبنائك بعد زواجك. إذن هذا الأمور. أيضا عندما نقول
التربية الحسنة نحن لا نحكي على ضمان النتائج، نحن مكلفون مثل ما تفضلت بالسعي، أنا مكلف أن أسعى، المهم أن ألقى الله ولم أدخر جهدا في أن يكون ابني ذا شأن عظيم، أن يكون في صلاح وفي دين وفي دنيا. وأيضا ينبغي أن نتعلم كيف نخطئ مع أبنائنا، أن نصحح الأخطاء من خلال الحوار، ودائما أقول من خلال الحوار لا التحقيق، الآن أتحدث على حوار لا تحقيق. نتعلم نحكي على أبنائنا وتستمع لهم، الإنصات والاستماع، وأتحدث على الإنصات والاستماع والوقت والتوقيت النوعي، يعني أن تجلس مع بنتك ولا ابنك ربع ساعة حقيقية يعني تقبل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته يقول كان إذا حدث محدثه أقبل عليه بكله، يعني تشوفه راه معاك، لدرجة أنه عمرو بن العاص يعني في السياق هذه ظن أن يعني من شدة ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وهو يخاطب في جمع، وهو يخاطب في جمع، فذهب إليه فقال له يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة، قال لا من الرجال، على بالي من النساء عائشة، لكن ماذا عن الرجال؟ قال أبوها. ثم بدأ يعد، لكن الرسالة هي أنه هذاك الوقت عندما تعطيه لأبنائك، الأم وهي تقشر أو تتفرج أو شدت التلفاز أو الفيسبوك أو كذا، وش تحتاجي وش درت اليوم وكذا، هذا لا يعتبر وقتا أو حوارا. ذاك الوقت الذي يقضيه الوالد مع ولده وهو منشغل عنه مع أصدقاء أو بهاتف أو تلفاز، إذا نتحدث عن أن تعطي أبنائك من وقتك، أن تعطي، أن تستمع وتنصت إليهم بكلك، صح، أن تعلمهم أن يقاوموا لا أن ينعزلوا. نحن نتحدث عن المحيط الخارجي، المقاومة والإنعزال. خلينا في النقطة هذه ناخذ اتصالات ثم نعود إليها إن شاء الله. أم محمد من معسكر، السلام عليكم ورحمة الله. أم محمد، هل معنا أم محمد؟ محمد صغير، مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا ملباس. نعم الحمد لله. قربوا الكاس تاع الشاي، رانا على الصينية تاع الشاي. نتوما بيافتح ان شاء الله. الله يبارك فيك محمد. والله كما قال لو تسأل أي إنسان تقول له من تريد أن يكون أفضل منك لقال أبنائي. هذه يعني قاعدة، أي إنسان مدى به اللي يكونوا أحسن منه هم أولاده. صح. فقط إذا كان ممكن أساتذة يعرضون على قضية، ربما في بعض الحال نغفل على قضية الأكل الحلال، اللقمة الحلال لأبنائنا. وهنا ربما نفتح قوس، يعني تلقى بعض الأحيان الأمة مثلا تدري أو لا تدري أن هناك ربما منش عارف، هذه أستاذنا كيفاش يعلق عليها، إذا كان شكت مثلا أن اللقمة غير حلال لأبنائها كيف تصرف هنا؟ وكذلك الجدلية نتاع في بعض الأحيان إذا كان الأبناء يقومون ببعض التصرفات والأم قد تخبي ذلك عن الأب، يعني ما يكونش تتستر عليهم توازي في الخطاب بين الأب والأم. يعني في بعض الأحيان يصير هذا المشكل، أنه الأم بصدق ربما بحسن نية أنها لا تريد أن تكشف أوراق أبنائها للأب. وهذه واحدة من الإشكالات اللي تصير في التربية. صح. ونختم كلامي أخويا أمين، والله كما قال المختصون يعني تبقى دائما القدوة هي الأساس، يعني 7% من الكلام النظري قد يأخذه الأبناء، وكما قال البقية تبقى بالقدوة. وشكرا حتى لا أطيل. الله يجازيك، الله يجازيك محمد صغير، مشاركة طيبة. إذا كان معنا أم محمد، معلش معنا، معلش إن شاء الله تعيد الاتصال حتى نستمع إلى مشاركتها. طبعا سنعود إلى مسألة اللقمة الحلال ومسألة الأسرار بين الـ بين الـ بين الأم وأبنائها. يعني ممكن تخاف من طباع الزوج، ربما شوية غليظ شوية صارم زيادة إلى غير ذلك، فتنهج هذا النهج هذا. لكن إن شاء الله أستاذ فضيل في هذه المسألة، طبعا توقفنا عند مسألة المقاومة الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم والاعتزال. بارك الله فيك. نعم، يعني أبنائنا لا يعيشون بمعزل عن الناس في هذه الحياة، لأنه من الإشكاليات التربية هي أني أعطيه قيم داخل البيت ثم لا يجد لها متنفسا خارجه، فلهذا علي أن أسعى إلى إيجاد محيط آمن لأبنائي،
وأيضا أن أعلمه تكوين شخصيته خارج البيت. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا عند الله من المؤمن الذي يخالط الناس ولا يصبر على لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لا يكن أحدكم إما يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، وطنوا أبناءكم، إن أحسن الناس أن يحسنوا وإن أساءوا أن يجتنبوا إساءتهم. خذه معك إلى السوق وعلمه الصواب والخطأ، خذه معك إلى المسجد، خذه معك إلى عملك، خذه معك إلى الحلقة العلمية التي تحضرها، إلى أسفارك، لأنك تهيئه كما كان يقول ابن مسعود تهيئه لجيل غير الجيل الذي تحيا فيه. هذه أيضا من عوامل التربية الأساسية، أن تهيئه لجيله لا لجيلك. لأنه كثير من الآباء الآن عندما تحدث يقول لك الآن هذا الكمبيوتر وهذا التلفاز وكذا وتضيع وقت. يا أخي الآن لا يوجد مكان، ممكن بعد سنتين في الجزائر 3 نصبح دراستنا كلها بالكمبيوتر داخل الأقسام. إذا أهيئه كيف يتعامل مع هذه الوسائل، لكن يتعامل معها بذكاء وبطاعة وبوعي وغير ذلك. لكن أن أربيه مثل ما تعلمت فهذا لا يليق. عندما نتحدث على الوقت والتوقيت أيضا نتحدث على عليهما في الوقت المناسب. الآن نتحدث على الوقت أو التوقيت أو الحوار، كثير من الآباء الأمهات يقول لك أنا أحاور ابني لكن ما يحبش يسمع لي، هو جاي من المدرسة تعبان في الباب تدله تحقيق. والطريقة ثاني، والطريقة تركه يستريح. يعني الزوجة الصالحة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجلها مات ابنها، جاء رجلها هالك بالتعب يعني، وبعد سفر إذن يعني ريحت خلته حتى رياح، يعني قضى كل أموره. ثم بعد ذلك بذكاء بطيبة بوعي قالت له أمانة كانت عندنا، ويعني ذكرت له الحادثة، لكن هذه الأمانة صاحبها يطالب بها، قال ترجعها له وحده. قالت لكن بقت عنده بزاف، لكن هذه الأمانة بقيت عند فلان مدة طويلة، ألفها واعتدى، قال حري به أن يرد، لأنه قالت فالله أدى أمانته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد بارك الله في ليلتكما. شوف هذا ربي يرسل جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذوك الزوجين قل لهم بارك الله في ليلتكما، لأنه مرأة عاقلة. الآن سواء المرأة مع الزوج أو مع الأبناء، دخل من المدرسة خلي يأكل لقمة، خلي يغسل، خلي كذا، خلي ريح، خلي يستلقي، ممكن ينام، ماشي تحقيق. إذن التوقيت المناسب، الحوار لا التحقيق، وأيضا لا ليست العزلة. نتحدث أيضا عن القيم. شوف ما أقوله، الله تبارك وتعالى أوصانا بأبنائنا قبل أن يوصي أبناءنا بنا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ومن عق أبناءه صغارا عقوه كبارا. من عق أبناءه صغارا، لأنه إحنا دائما نحكي على عقوق الوالدين، لكن ماذا عن عقوق الأبناء؟ عقوق الأبناء عندما يعق الوالد أو الأم ولدهما فلا يطيعانه فيما أمر الله، في أكله، في شربه، في علمه، في وعيه، في رياضته، في كل شيء. ونحن مسؤولون، يعني تربية الأبناء مسؤولية وليست أمر يعني منحة تطوعية أو رفاهية من الشخص. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الزوجة راعية في مال زوجها، والأب مسؤول على أسرته، ويعني هكذا في كل النواحي. بارك الله فيك أستاذ عمار. طبعا نتحدث عن تلك التنشئة وتلك الحلقات، ومسألة أخرى ربما يجب أن ننتبه إليها كأباء وكأمهات في مسألة ذلك الصلاح والنظرة إلى ذلك الصلاح، بمعنى أنه من الآباء أو الأمهات من يقول أنه صلاح ابني في الدراسة، أنا حبيت ابني يكون مجتهد في دراسته ويحصل نتائج مليحة إلى غير ذلك، يكون طبيب، يكون مهندس إلى غير ذلك. منهم من يرى أنه ابنه يكون صالح إذا كان مثلا رياضيا ناجحا إلى غير ذلك. فمفهوم الصلاح بالنسبة للآباء والأمهات قد يختلف من أسرة إلى أسرة، وقلما نجد ذلك التوازن في صناعة ذلك الصلاح.
هو حقيقة أخويا أمين أن الغريب جدا أن المجتمع ألف وقل تفاهم المجتمع لأن الصلاح هو في ذلك التخصص أو في تلك المهنة خصوصا الدراسة أو خاصة في الدراسة أنا وليدي يقرأ مليح أنا وليدي لابد ينجح نقطة إلى السطر لكن مفهوم الصلاح أوسع بما نتصوره بمسافات طويلة وبسنوات ضوئية نقول بل فيه بعض الأمور إذا لم تحصلها في الصلاح فلا صلاح يعني نعم وهذا معنى أنه فيه واحد الأمور إذا فقدت فحتى يصلح مثلا في الدراسة أو حتى يصلح مثلا في الرياضة فيكون صلاحه فاقد احنا لابد ننطلق من نقطة أساسية أولا لا ننسى أننا مجتمع مسلم صح يعني لابد ننطلق منها ماليش مجتمع غربي أو شرقي أو ما شابه ذلك نحن مجتمع مسلم أحببنا أم كرهنا مهم رضينا أننا مجتمع مسلم سؤال للوالدين كيف كانت علاقتكما قبل أن تتزوجا أو كيف تمت العلاقة أنكم تزوجتما إلا عن طريق الإسلام وهي الفاتحة والقبول وإلى آخره الآن بشرع الله بشرع الله إذا معنى العلاقة كانت بشرع الله والدخول بشرع الله والإنجاب كان والحمد لله هيبة إلهية من الله إذا معنى ذلك أول يعني صلاح نراه في أبنائنا لا في الدراسة بل في الأخلاق وفي الدين وفي الاستقامة وفي عنوان كبير اسمه أنه يكون صالحا لنفسه ولغيره قبل ذلك إلى والديه ولأمته هذه الأولى الآن كيف يكون صالحا؟ صالحا في حياته الاجتماعية صالحا في حياته الأخلاقية صالحا في حياته الدينية صالحا في الدراسة صالحا في المعاملة صالحا مع الجيران صالحا مع في الوظيفة إذا كان عاملا صالحا في المجتمع معناه أيما تركنا هذا الولد ونفع وجلب النفع لمجتمعه أو لأمته أو لأفراده أو لأسرته فذلك هو عنوان الصلاح معنى ذلك وكل صلاح بنية أنه لله بنية أنه يخدم المجتمع بنية أنه يعمل من أجل الصالح العام كل هذه العناوين فإذا ربينا الولد أو أنشأنا الولد على كلمة الصلاح بمفهومها الواسع بدءا بجانبها الديني الشرعي إلى جانبها الاجتماعي والأخلاقي والمجتمعي والتربوي معنى ذلك أينما ذهب هذا الولد يعني ينتج صلاحا في حياته أو في عمله أو في وظيفته هذه النقطة الأولى لكن ما عجبني السؤال اللي طرحه أخونا محمد أعتقد نعم محمد صغير نعم حول يعني نقول الدور الأم دائما في المجتمع تاعنا وهذا نقول تقريبا مشهود ظنها بأنها تحسن إلى أبنائها نعم يعني الأم اللي تتستر مش صحيح أول حاجة هو لابد الزوجة أو الأم تكون تعرف معرفة نقول لسيقة بزوجها تعرف طباعة تاعه تعرف الشخصية تاعه تعرف القوة تاعه تعرف الضعف تاعه تعرف هذا الإنسان نقول ما هي مكامن القوة ما هي مكامن الضعف في هذا الزوج هذه النقطة الأولى اثنين الولد ليس ولدها فقط فهو ولده فالعملية هي عملية مشتركة وبيت المسؤولية مسؤولية مشتركة فنعم طيبتها والمبالغة في الطيبة الكل يفر إلى الأم الكل يصاحب الأم حتى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحق بصحبتي قال أمك معناها يصاحب الأم أكثر بدرجات كبيرة ثلاث مراتب أمك 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 ثم يأتي الأب نعم لكن حتى إذا طلب مصروفا أو مالا يذهب إلى الأم ليطلبه عن طريق الأب لكن هذا قول خطأ كبير علاش؟ لابد أن يكون هناك قاعدة بين الأم والأب أسرار الأبناء موزعة بين الأم والأب معالجة الأسرار أو معالجة السلوكيات أو معالجة الأخطاء تكون بين الزوجين كيف ندبر الأمر كيف نعالج هذا كيف نفاوضهم أو كيف نحاورهم كيف نتابعهم كيف نصاحبهم كيف نرافقهم في أي مرحلة هم مرحلة الطفولة مرحلة المراهقة مرحلة الشباب وبيتل ما هي الكلمات ما هي أهلا فيها جهد كبير وكيقول تربية راه تربية معناها تبدأ من 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 وهو جنين في بطنها إلى أن يصبح رجلا معناها التنشئة والتربية والعمل هي فهو عمل مضني كبير تأتي عمل تستر نقول نعم في مراحل الأولى أنا لا تخوف الأم الأبناء بأبيهم بل تحبب الأب لأبنائهم معناها الآن يقول لي الأب مش عنوان بين نقول عنف أو إرهاب أو تخويف أو ما شابه ذلك بل يكون عنوان حب يقول لهم باباكم يحبكم باباكم يحبكم الصلاح باباكم يخاف عليكم باباكم كما يقول يحب تشرفوه تكرموه إلى آخره معناها إذا تعلق الولد بأبيه من خلال الأم
الان مش معركه من ياخذ الولد، يعني اللي هي تكون في صفها الاولاد تقول من اولادي راهم عندي في 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 كتافي والراجل على بالي جبيه الى اخره، لا بل تكون هناك مساله مشتركه لان ابنها وابنه، وبالتالي خيره يعود لهما وشره اذا كان كذلك يعود اليهما، فالتربيه تكون مشتركه والنصح يكون مشتركا. الان اذا كان تستر، نعم في المراحل الاولى ممكن نستعمل كلمه تقول انا كون جيب باباكم راني نقول له، او راني ما نقولوش بصح مره جايه باش تعاودوها، تكون كاسلوب تربوي في المراحل الاولى. اذا تكررت المساله عند الاب الان لا يمكن ان تستر، فاذا تسترت عليه في سرقه بيضه معنى ذلك ممكن سيسرق اشياء كبيره او يكذب في كل شيء يتعلق بذكاء الام او الاب، استعمال الذكاء العاطفي عند الام، استعمال هذه الاسلحه. نعم نعم، هو لابد تكون هي تعرف ابنائها جيدا وتعرف الاب جيدا، وبالتالي تراوغ هنا، تنصح هنا، تخوف هنا، كنقولوا تحبب هذا في ذاك، وبالتالي نقول الابناء سينجون ويسلكون سلوكات، لان القدوه كما قال اخونا عمار واخونا حتى محمد صغير، القدوه لابد ان تكون موجوده، فاذا غابت القدوه معنى ذلك نقول المساله اي مساله واي نصح لا يكون مجديا ولا يكون موجودا في هذه الأسرة. شكرا لك أستاذنا بروفيسور فضيل. طبعا يتساءل الآباء، منهم من يستعجل أن يجني الثمار في حياته الدنيا، ومنهم من يفضل أن تكون ثمراته كلها للآخرة في مسألة صلاح الأبناء. القول الراجح في هذا، ربي سبحانه وتعالى حدد لنا منهج الحياة ككل، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، دائما الوسط، يعني دائما هذاك كلا طرفي الأمور ذميم. لأن حتى مثلا أرجع إلى ما كان يتحدث به الأستاذ في مسألة أن الأم تخبي على ابنها، احنا كنا حكينا على وحدة الهدف، احنا نحكي على الأم اللي تخبي، لكن نحكي أيضا على الرجل اللي بالغ في تصرفاته وقسوته صرامته حتى الأم تصير تخبي. يعني إذن كي يكون عندهم وحدة هدف، أنت راجل، يعني إذا كان بدأوا يخبوا عليك يعني راجع نفسك، لماذا؟ لأنه صرت أنه أغضب بشدة وأتصرف أو أقسو، وكثير من مظاهر الانحراف كانت عن هذا الطريق، يعني فتيات استغلنا للشر لأنه نخبر باباك نخبر كذا لأنه يذبحك يدلك يصنع لك مثلا. وقبل أن يعني أجيبك، كان طرح سؤال متعلق بأكل الحلال، مسألة اللقمة الحلال، اللقمة الحلال. وقال لك بالنسبة لي الزوجة هل يمكن أن تعين زوجها في هذه المسألة؟ قال لك ربما كان بعض النساء مثلا لا يصبرن على، يقول لك اللقمة حلال ولا حرام أكيد. المهم أنا يكون حاضر، فهمتني المقصود تاعه؟ نعم نعم. قال لك ماشي كل الزوجات يتحفظوا في هذه المسألة. نعم، هو وليس كل النساء أيضا ترغب في هذا الحرام، يعني أكيد. الحمد لله يوجد النساء كثير تحاسب زوجها كما كانت السلف، زوجة الرجل من السلف، يعني تقول له إن نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، صح، يعني أطعمنا الحلال. احنا الفكرة الأولى هي فيما يتعلق بأكل الحلال، أول شيء أختي التي تطلبين من زوجك أو تغضين الطرف عن أكل الحرام الذي يأتي به البيت، والله انعكاساته الاولى عليك، لانه ربما استاذنا حتى نبسطوا الامور ونروحوا في سؤال محمد صغير. زوجه لي ربما مع علمها بانه راتب زوجها محدود، ولكن ربما الامور التي يصرف عليها نقوده ربما اكثر عنده سياره ربما اكثر من الراتب تاعه، ربما يدخل ماكله اكثر من الراتب تاعه، ربما المنزل تاعه مؤثث اكثر من الراتب تاعه، ولا تساله ولا تساله نفسها. لا، يعني فهذه مخطئه، لانه هذا الحرام سينعكس عليك، سينعكس عليك ما في علاقتك مع زوجك، لانه ما كان لله دم واتصل وما كان لغيره قطع وانفصل. سينعكس على ابنائك، هذا الابن اللي وكلته الحرام أول معصية سيفعلها في والديه، وسيعيش بالحرام ولن يلتفت إليهما. أنا أريد أن يعني أذكر أثر كي قلت في تربية الأبناء أثر الأكل الحلال، لأنه عندنا نماذج كثيرة لعلماء الأمة كانوا نتاج أكل الحلال، أبو حنيفة نتاج أكل الحلال، عبد الرحمن أبو ربيعة الرائي يعني شيخ المدينة شيخ الإمام مالك كان نتاج أكل الحلال،
عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز بنت بائعة اللبن نتاج أكل الحلال، رأي لقمة حلال يأكلها الإنسان. اسمح لي أن أقص قصة عن عالم من علماء الأمة، والده محمد عبد الله هكذا اسمه، غزا في سبيل الله ثم أتى بجارية تزوجها واشترط عليها ألا تأكل إلا ما يطعمها منه، لأنه يجتهد أن يأتي بالحلال. ثم بعد مدة حملت وأنجبت له ولدا سموه عبد الملك، فألزمها قال أنه لا أسمح لأحد أن يطعمك طعاما. دخل عليها مرة إلى البيت فوجد يعني جارة عندهم، فسأل فقال والله أرضعته مع ابنها، فغضب أشد الغضب وأدخل يده أصابعه في حنجرة الصبي وأفرغ ما استطاع. كبر هذا الولد نتاج الأكل الحلال بفضل الله تبارك وتعالى، وأصبح ماذا؟ أصبح إمام الحرمين، مش إمام الحرم، أصبح إمام الحرمين، الإمام الجويني عليه رحمة الله. وكان فيه خصلة أنه كان يغضب في بعض الأحيان، فقال لا أراها إلا من تلك الرضعة. إذن أكل الحلال يعني إخواني أمر عظيم. أعرف من الناس البسطاء جدا، عامل بناء، بناته من خدمة كتاب الله تبارك وتعالى، وأبناء يعني ناس متعلمين وأصحاب شهادات وأصحاب مقامات في هذا المجتمع، ابنه منحرف. إذن أكل الحلال يعني أثره عظيم. ما يعني أنت سألت سؤال مهم جدا. شوف عندنا الولد الصالح في الدنيا وفي الآخرة، الولد الصالح ينفع في الدنيا ببر والديه وبخدمة دينه ووطنه، وينفع في الآخرة بعد رحيلك فيدعو الناس لك بالخير ويذكرونك بالخير ويترحمون عليك بالخير، وفوق ذلك يوم القيامة يشفع فيك ولعله يكون سبب دخولك إلى الجنة. وأستحضر ما ذكرته، قول الله تبارك وتعالى يوم يفر المرء، يوم القيامة أمك تأتي إليك تقول لك أحتاج حسنة تنقذني من النار، فيقول الإنسان نفسي يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته زوجته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، إلا من علم ولده القرآن ورباه على سيرة العدنان ورباه على الصلاح، هذا يفر بين الناس يبحث عن والديه ليلبسهما تاج الوقار يوم القيامة. إذن علينا أن نحصن أبناءنا بالطاعة. الأمر الآخر وهو خطير جدا، وأننا دائما نتحدث عن الولد الصالح الذي يدعو لوالديه بعد وفاتهما، ماذا عن الولد الطالح الذي يكون سببا في ذنوب والديه؟ وقد أكون أنا أو أنت أو أخي أو أختي لا قدر الله عندما أربي ابني الآن على المعاصي ثم ينشط في هذه المعاصي وأرحل وأتركه فيها، فتكون سيئة جارية في صحيفتي. أي نجاح إن لم يدخل ابنك الجنة أو يكون الهدف منه الجنة فهو فشل. لهذا قال الله تبارك وتعالى المقياس الحقيقي، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يعني كل نجاح إذا ما يدخلكش الجنة فهو يعني فشل. فنسأل الله أن نكون من أهل الجنة، وأعظم نجاح أن تنجح مع أهلك بتوفيق الله تبارك وتعالى. الله يبارك فيك أستاذنا أستاذ عمار على ما قدمته، وبلغنا الختام في الساعة الأولى المخصصة للنقاش. بروفيسور فضيل بارك الله فيك أنت كذلك. دون أن ننسى كلمة ممكن في حق قصة موسى والخضر، وكان أبوهما صالح. إذن صلاح الأبناء بداية تكون بصلاح الأباء. صح. الله يجزيك أستاذنا ربي يبارك فيك بروفيسور، إن شاء الله فرص أخرى ولقاءات أخرى معكم. نتواصل معكم مشاهدينا الأفاضل بعد فاصل إنشادي، ابقوا معنا. قمر
سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. طيب لنا مشاهدينا الأفاضل أن نلقاكم ثانية في برنامج مفاتيح، ولكن في الفقرة الختامية المخصصة لضيفي مفاتيح الأستاذ عادل الحبيب حاضر معنا. مرحبا. أهلا وسهلا أخي اليمين، تحية لك. تحية طيبة ولكل مشاهدي قناة القرآن الكريم في هذا الفضاء المجتمعي مفاتيح، التي نتمنى أن تصل هذه المفاتيح إلى قلوب وعقول من يشاهدون الجميع. إن شاء الله. بارك الله فيك. اليوم اخترنا لك موضوع تربوي بامتياز، اجتماعي تربوي على كل حال، في ثمرة صلاح الأبناء. طبعا كل الناس ينشد هذا الهدف أن يكون أبناؤه صالحين، ولكن ربما الوصفة أو المهارات أو التقنيات لا نتمكن منها فنفسد الطبخة. فنقصد صلاحا، ولكن ربما من خلال ما نسعى إليه وعدم تمكننا من تلك التقنية وتلك المهارات يجعلنا نخطئ في النهاية ولا نصل إلى ذلك الهدف. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. فعلا كما ذكرت، وقد تابعت جزءا مما ذكره المشايخ الكرام قبلي، وأنا دائما ما يسعدني أن أكون يعني أن ألتحق بك في هذا الفضاء المجتمعي. تنخصها لمسألة التقنية. نعم، دكتور تيمي من خلال علم اجتماع، من خلال علم النفس، والشيخ عمار من خلال النظرة ورؤية الشرعية،
والكل متكامل يكمل أحدهما الآخر. الإنسان أو الوالد أو الوالدين يحرصون دائما على أن ينشئوا مجموعة من الاستثمارات، مجموعة الاستثمارات نحكي المادية التي يرعونها ويهتمون بها. وماذا به الوالد يروح يخدم باش يجيب المصروف ويخبي جزء للمصاريف العادية وجزء للضرورات وجزء للسكن أو السيارة، الوالدة نفس الشيء. لكن واحد من أعظم الاستثمارات اللي راهي قدامهم وراهي عندهم والتي حرم منها الكثيرون اللي هو الاستثمار في هذا الأبناء، الاستثمار في الأولاد. هذا الاستثمار أو هذا المنتوج اللي ما عندوش قيمة، يعني استيمابل كما يقال بالفرنسية، لأنه الذي فقد الولد تلقاه يسعى في جميع الاتجاهات حتى يحصل الولد من خلال التداوي، التطبيب، العلاج، وقد يضطر للخروج إلى خارج مثلا الوطن ليعالج. الإنسان اللي فقد هذه النعمة يلجأ إلى طرف آخر وهو التبني أو أن يستقدم طفلا أو التكفل أو حتى يجيب واحد وليد خوه وليد أخته ويربيه عنده حتى يعيش لذة الأبوة، حتى تعيش لذة الأمومة. لكن في بعض الأحيان عندما لا نعطي الأهمية اللازمة، عندما لا نعطي ما نغرسوش الغراس اللازم في أبنائنا راح تجيب لنا نتيجة عكسية. وما نشاهده مع الأسف من ثمار سيئة في مجتمعنا من خلال دور العجزة، من خلال الناس الازدياف اللي مرميين برا، من خلال الناس اللي راهي الكبار اللي راهم مرميين في الشوارع، وحتى الناس اللي راهي مرمية عند العائلة تاعها والفاميليا تاعها، نشوف أنه هذا هو نتاج التربية السيئة أو نتاج الغراس السيء أو نتاج الفشل في تربية الأبناء. وبالتالي هذا كتوطئة فقط لسؤالكم أخي اليمين. وبالتالي هناك بعض خليني نقول بعض ليزاسيوس، بعض المفاتيح ونحن في المفاتيح، هناك بعض المفاتيح المهمة التي لابد على الوالدين، الوالدة والوالد، لأنهما كل متكامل. فالوالدين لابد أن يقوموا ببعض الخطوات، لابد لهم من بعض المفاتيح في التربية حتى نرى نتيجة تربيتهم للأبناء تظهر للعيان، مهوش حتى يكبروا، حتى ربما مرت في سن المراهقة نلقاو الناس تقول الله يرحم لي رباك، هذه الكلمة نقولها في الدرجة تاعنا وفي الحومة، أنت وليد من؟ أنا وليد فلان، الله يرحم لي رباك، أنت وليد فلانة، الله يرحم لي رباتك. وبالتالي هذه الكلمة تقال لما نرى ثمار المفتاح الأول وهو الاهتمام والرعاية. لما الوالد والوالدة يمدوا اهتمامهم ورعايتهم للأبناء بشكل عام، سواء دراري أو البنات، ويمدوا لهم جزء من الوقت تاعهم مهما كان ضيقا، مهما كان كبيرا، مهما كان قصيرا، مهما كان خليني نقول عميقا، مهما كان بسيطا، المهم الرعاية والاهتمام إذا شعر بها الفتى، إذا شعر بها الوالد، راح يكون الفيدباك، رجع الصدى وتغذية الراجعة تاعولي باتجاه والديه راح تكون إيجابية تماما. وبالتالي واحد من الأخطاء القاتلة، حتى أنه برا لما نشوف الطفل يدير خطأ أو يدير زبلة أو يدير مشكلة يقولوا أنت، أول كلمة يقولوا أنت والديك ما رباوكش، والديك ما رباوكش، ماشي معناتها ما راكش معاهم في الدار، معناتها راك معاهم في الدار، لكن هذاك الاهتمام وغرس القيم الفاضلة أو ما يسمى بالتحلية، أن تحلي ابنك بالأخلاق اللي يحتاجها في حياته الخاصة، يحتاجها في معاملته معك أنت كباباه ومعك أنت كيما، ويحتاجها في معاملته مع الأصدقاء داخل القسم ومع المعلم تاعه ومع مختلف المعلمين، يحتاجها في الحومة من خلال كثير من الأخلاق اللي نحتاج أننا نحلي بها أبنائنا. ثم هذه الأبناء يختلطون بالآخر ويديوا عليهم أمور مليحة وأمور سيئة. فهنا تجي أيضا الغربال أو المصفات الثانية، لما نقول الاهتمام والرعاية، لما البابات والإمات يشوفوا الإبن في الدار لما يرجع يشوفوا بلي رفد في لسانه بعض العبارات المعيبة، بعض العبارات سيئة، بعض العبارات التي لا يعني ما لازمش يقولها. هنا يأتي التدخل أو يأتي ما يسمى بالتخلية، نحاول أن نجعله يتخلى عن بعض هذه العادات والصفات والكلام
من خلال الجلوس معه ونقول له بلي هذه الكلمة سيئة لا تصلح أن تقال، هذه الكلمة معيبة، هذه الكلمة يقولها الناس اللي مش ملاح، هذه الكلمة لا تصلح في مجلس فيه الوالدين وفيه الأخوات وفيه الإخوة. وبالتالي المفتاح رقم واحد هو الاهتمام والرعاية وملاحظة كل صغيرة وكبيرة في تكون في الأبناء، سواء في صفاتهم في أخلاقهم في كلامهم وحتى في طريقة لبسهم، لأنه كل حاجة تؤثر، اللباس يؤثر، الكلام يؤثر، الأفكار والجانب الثقافي والمعرفي يؤثر. وبالتالي إذا كانوا الوالدين بعاد على الأبناء ما على بالهم شو راه صار في حياتهم الخاصة، وما على بالهم شو راه صار في هواتفهم وما يلجون إليه من مختلف منصات التواصل الاجتماعي، هنا مكمن الخطر وهنا مكمن الخطورة الكبرى في أن يصبح هذا الطفل هذا الفتى عوض أن يصبح مفخرة لأبيه يصبح يشار إليه بالبنان، يا لطيف هذاك وليد فلان الله يعافينا بعدنا عليه. صح، يصبح معرة. طبعا طبعا، ربي يسترنا إن شاء الله وكل الأباء والأمهات من هذا التوصيف على الأقل الاجتماعي. طبعا كل أب كل أم عنده طريقة خاصة وعنده نظرة كذلك لمسألة الصلاح، وربما يفتقدون إلى ذلك التوازن إن صح التعبير أو الموازنة في مسألة الصلاح، منهم من يركز على جانب ويغفل جانب آخر، جانبين ويغفل جوانب أخرى، وقلما ينتبه إلى مسألة التوازن أو الموازنة في كل مناحي الحياة أو في كل مناحي الشخصية أو في كل مناحي الأخلاق والقيم. شوف أستاذ اليمين، وصعيب أنك تحيط بالجوانب، تحيط بكل شيء فعلا، والإحاطة بكل هذه الجوانب صعب لكنه غير مستحيل. صح، علاش غير مستحيل؟ صعب لأنه وقت الأب ووقت الأم أصبح مستهلكا، مستهلكا بتكاليف ومطالب الحياة، هذا رقم واحد. رقم اثنين، القاعدة أو الزاد المعرفي والمهارات الذي عند الأب وعند الأم حبينا ولا كرهنا هو محدود في مجالات معينة، وبالتالي يفتقدان دائما إلى من هو متمكن في مجالات أخرى حتى يعينهما على تربية الأبناء. وهذا ليس معيبا، كثير من الآباء يقول لك وكيفاش نمد وليدي الفلان يعاوني في التربية تاعه ولا يربيه، ما هيش معيبة. قديما كان الجد والجدة كانوا هما السند للوالدين في تربية الأبناء، السند للوالدين في تربية البنات، السند للوالدين في غرس بعض القيم وبعض الأفكار وبعض الأخلاق الحميدة في نفسية الأبناء. لكن دور الجد والجدة الآن أصبح خليني نقول هامشيا نوعا ما لظروف موضوعية، يعني ما هيش هروبا من المسؤولية، لكن معظم الآباء والأمهات يعيشوا في بيت مستقل، وبالتالي هذاك لو ديبلاسمون وهذاك التحرك من بيت الزوجية إلى بيت الجد سواء من جهة الأب أو من جهة الأم فيه من التكاليف المادية، فيه من تكاليف الوقت، فيه من تكاليف الجهد، وبالتالي الوالدين خلينا يعيشوا في قوقعة وحدهم مع الأبناء وما يعرفوش يتصرفوا. الابن الذي يعطيه الوالد من رعايته واهتمامه وتوجيهه في جانب واحد، طيب وباقي الجوانب من يعينك عليها؟ الآن تقول لي أنا والله غير الابن تاعي من الجانب الروحي ملتزم ومتخلق ومربي وما شاء الله عليه، ابني ملتزم بصلواته، ابني متخلق، ابني كلامه كله طيب، ابني ما يعايرش الناس، لا يتنمر. لكن صحيح، شكرا، أنت مشكور على هذا الجانب، لكن الجانب الآخر هذا الجانب الروحي، طيب الجانب البدني الفيزيولوجي من يعينك على تكوينه، من يعينك على صقله في ابنك وفي ابنتك؟ تحتاج أيضا إلى معين، تحتاج إلى شخص متمكن في الجانب الرياضي، إلى مربي رياضي، إلى مدرب رياضي، تحتاج إلى نادي رياضي، تحتاج إلى فضاء رياضي، جمعية رياضية، نادي رياضي، قاعة رياضية، مركز لكمال الأجسام، إلى غير ذلك من الفضاءات المتاحة لممارسة الرياضة. طيب هذا الجانب الثاني راك لقيت لهم صرفة كما نقولوا، لكن يبقى الجانب آخر وهو مهم جدا، الجانب العقلي، الجانب تقوية
مهاراته الخطابة الخطابية، مهاراته الكلامية، يحتاج أيضا إلى فضاء ليفجر فيه مواهبه. وهذا الفتى عنده رغبات، عنده احتياجات، ماهوش فقط الجانب المادي اللي هو الماكلة والشراب واللبسة والنوم والبيت اللي فيه كل تقريبا ظروف الحياة متوفرة، يحتاج أيضا إلى فضاء وين ينفس عن رغباته، وين يلقى الاحتياجات ورغباته ليوفرها، في التي تترجم ما نسميه نحن بالمهارات أو ما نسميها نحن بالميولات. بعضهم يميل إلى المسرح، بعضهم يميل إلى الفنون، بعضهم يميل إلى المطالعة، بعضهم يميل إلى الاختراع، بعضهم يميل إلى الأنشطة الرياضية، بعضهم يميل هذه الميولات بالإضافة إلى الجانب الأخلاقي، بالإضافة إلى الجانب الروحي، بالإضافة إلى الجانب المدرسي، وهو الذي يحتاجه أبناؤنا وبناتنا بشكل دائم ومستمر، ما يسمى بالمرافقة المدرسية أو دروس الدعم، دروس التقوية. فهذه الفضاءات كلها من الصعب بمكان أن الوالدين وحدهم يقدروا يوفروا هذا الشيء، لأنه مهما كان مهاراتهم، مهما كانت سلوكاتهم، مهما كانت خلفياتهم العلمية والتكوينية، لن يستطيعوا أن يوفوا ابنهم وابنتهم هذا الحق. وبالتالي عندما لا يقدمون لهم في هذه المجالات بتلقائية، الطفل أو الطفلة ستذهب إلى فضاء آخر وين تلقى راحتها في هذا المجال، وهذا الفضاء غير مراقب. وأنا دائما منقول باللي عندما نراقب أبناءنا، عندما نقدم لأبنائنا أو عندما نوجههم إلى فضاءات فيها ناس مؤطرين مهيكلين، ناس عندهم من 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 الزاد المعرفي ومن الزاد المهاراتي. وأنا حضرت قبل يومين نهاية التكوين لدرت مديرية الشباب والرياضة والترفيه للجزائر هنا في العاصمة في تقصرين، المعهد الوطني العالي لتكوين إطارة الشباب، حيث تم تكوين أكثر من 80 شاب وشابة في مهارات وتقنيات تنشيط المجموعات الصغيرة. عندما تمد ابنك أنت لدار الشباب أو لجمعية مؤهلة معروفة، يعني معروفين المنشطين والمؤطرين فيها، هنا راك تهنيت من جانب مهم جدا، وهو جانب المهاراتي والسلوكي اللي راح ياخذه داخل هذه المؤسسة، وأيضا من أنه المكون اللي راح يقدم له مكون عنده من الزاد المعرفي والباجاج تاعه. ثم ثالثا هذا الفضاء هو فضاء مراقب ومهيكل، أما أنه يروح لبرا أو يروح للحومة أو يروح إلى فضاءات أخرى غير مهيكلة وغير مراقبة، فهنا ننتظر الكثير من التغييرات في سلوكاتهم، في لبسهم، في طريقة كلامهم، وهنا معالجة هذه التبعات اللي راح أو هذه الصفات التي سيجلبها الابن والبنت إلى البيت ستكون، راح نبذل جهد مضاعف. أولا راح نبذل جهد في أننا نعرفهم بلي هذا الشيء راه خطأ، ثم نحاول نعطيه لهم السالم منه، في حين كنا قادرين وأننا دينا أبنائنا وبناتنا إلى مختلف هذه الفضاءات اللي موجودة في كامل أحياء الجزائر، أحياء البلد الجزائر. فهنا راح نكونوا تهنينا من كثير من وجع الراس ومن تبعات معالجة المشاكل اللي يعيشوها، ولا سيما الفترة تاع المراهقين. الله يبارك فيك أستاذ عادل. لأي مدى ربما يرتبط صلاح الأبناء بالمستوى الثقافي، المستوى العلمي، المستوى الاجتماعي للأب والأم؟ هل إذا كان المستوى الثقافي والمستوى العلمي خصوصا للأب والأم مرتفعا يكون نسبة صلاحهم يعني أكبر؟ شوف، هذا السؤال يحتاج إلى إلى جلسة خاصة من مفاتيح، لكن باختصار هو شوف، البيئة اللي يعيشها الطفل تؤثر عليه إيجابا وسلبا. البيئة اللي يكون فيها المستوى الثقافي والمستوى المعيشي والمستوى المعرفي، خلينا المستوى المعيشي، مستوى ثقافي والمستوى المعرفي للوالدين وما يحيط بهما من مستوى للنقاش ومن فضاء مفتوح لطرح الانشغالات والأفكار ومستوى مفتوح لعرض كل ما يحدث داخل الأسرة. لأنه هنا نرجع إلى إشكال آخر، وهو كيف نربي أبناءنا أو كيف نغرس في أبنائنا تلك الثقة على أنهم يجيوا لعندنا ويحكيوا لنا كل ما يحدث معهم خارج المدرسة. إذا ما حكاش معك الابن تاعك، إذا ما حكاتش معك البنت تاعك على ما يحدث معها خارج المدرسة، سواء في علاقتها مع الأساتذة تاعها ولا المعلمين تاعها، في علاقتها مع الزملاء، في علاقتها مع المحيط اللي تمشي من خلاله إلى المدرسة أو إلى الثانوية أو إلى الجامعة، فهنا هنا هنا مكمن الخطر. لأنه إذا ما حكالكش ليك أنت سيحكي إلى طرف آخر.
أو يخليها مكنونة عنده، وبالتالي هنا تولي المشكلة مضاعفة. الآن البيئة أو الجو اللي يكون فيه الوالدين مثقفين، عنده مستوى معين من المعرفة، من الثقافة، من المستوى الدراسي، بطبيعة الحال وينشأ كما قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فالاحتكاك مع هذا النمط المعيشي المعين راح يخلي الابن بتلقائية يمشي في نمط الوالدين تاعو. طبعا تقول لي هل هي متلازمة؟ أقول لك لا لا. فكثير أو بعض العوائل وين مستوى الوالدين من المستوى الثقافي ومستوى العلمي المرموق، لكن الأبناء مع الأسف تلقاهم اللي نسميه احنا بالدرجه خارج طريق او ما خرجش لوالديه، يقولوا انت باباك هكا وانت هكا. فكاين بزاف عوامل تتدخل في هذه المساله، ماهوش فقط مجرد المستوى المعيشي تاع الوالدين هو اللي يخلي بتلقائيه الابناء تاعهم يكونوا ملاح او حتى الوالدين. احنا مثلا الاباء تاعنا او امهاتنا اجدادنا وجداتنا كان مستواهم المعرفي مستواهم العلمي كان محدود جدا. طبعا نحكيه على فترة تاع بوعيد الاستقلال، نحكيه على فترة تاع قبيل الاستقلال يعني الاستعمار. فكان المتعلم يعني لي الحق السنة الابتدائية واللي يقرأ في الكتاب راهي عنده إنه ذو حظ عظيم، ذو حظ عظيم. لكن مع ذلك الموروث الأخلاقي اللي ورثوه آبائنا وأجدادنا على آبائهم وعلى أجدادهم خلاهم ينقلوا هذاك الموروث أو ينقلوا تلك القيم، الأخلاق الحميدة والسامية، الأنفة، الكرم، الإيثار، الحب، الحب الغير، النظافة إلى غيرها من الأخلاق. كانوا الأجداد تاعنا نقلوها إلى آبائنا وآبائنا نقلوها الأبناء تاعهم حتى وما عندهمش زاد من زاد معرفي كبير أو مستوى دراسي كبير، لكن الأخلاق الحميدة والأخلاق الحسنة تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل. والمستوى العلمي هو اللي يزيد يخليك أنت تزيد تتشبث بتلك الأخلاق وتولي لك ماهيش عادة فقط، بل تولي لك عادة لما تفهم معناها ومغزاها وتعرف وصولها ومرجعها وتعرف باللي ديننا الحنيفي أمر بهذا الشيء، راح تولي عندك شيء تمارسه عن قناعة، ماهوش عن طريق الفطرة لأنه باباك ما يسرقش أو باباك إنسان مليح ويحكي مليح أنت تخرج مليح. لا طبعا تخرج مليح وتحكي مليح مع الجيران وتقادر الناس، لكن لما تعرف باللي ليس منا من لم يحترم كبيرنا ويرحم صغيرنا، تعرف باللي هذه قيمة من ديننا الحنيف لابد أن تتخلى أو تتحلى بها وتمارسها في واقعك، وبالتالي التلازم غير ما روش دائما فيها ماش قاعدة دائما ثابتة فيها الشاذ وفيها الشاذ الذي يؤكد القاعدة. لأنه تتحدثت على جيل سابق في مسألة التربية، الآباء والأجداد في تلك البيئة كان ذلك التجانس إن صح التعبير في تلك القيم وتلك الطرق التربوية كذلك. ربما نشترك كلنا في قيم معينة، في أخلاق معينة، لم تكن هنالك المشوشات منها الانترنت، وسائل الإعلام، وسائل التواصل الاجتماعي، فكان الأثر أثر التربية طبعا يجي تقريبا من مصدر واحد ومن مشكات واحدة ومتجانس في كل طرقه. نعم، وزيد أيضا هذا المؤسسة التي كانت تغرس هذه القيم مؤسسة العائلة، ما هيش الأسرة، العائلة الكبيرة اللي فيها الجد والجدة هما رأس العائلة. نعم، الأسرة الممتدة الكبيرة رأس العائلة. ولما الابن، لما ابن الابن يشوف باللي باباه وهو أكبر يعني راه باباه يشوف باللي ما زال يطيع الجد تاعو، يعني بابات باباه يطيع الجد تاعو ويشاوره في كل حاجة صغيرة وكبيرة، وعندما يأتي بشهرية تاعو يقولوا للأب تفضلها منحي وش تحتاج ويعطي له مصروفه. لما يشوف الجد هو الآمر الناهي وهو الذي يحل المشاكل والخلافات، لما يشوف الجد عادل في التعامل مع أبنائه وبناته، لما يشوف الأب بتاعه يقدر ويحترم مكانة وحظوة الأب في الأسرة، لما يشوف الأم عندها مكانتها تلك المكانة المرموقة وكلامها مسموع وعباراتها تسجل بأحرف من ذهب، لما أيضا يروح للمؤسسة الثانية اللي هي المؤسسات التنشئة التقليدية، لما يروح لبرا يشوف الدشرة فيها كبار تاع الدشرة، يشوف الحومة فيها الكبار تاع الحومة، لما يشوف واحد طفل صغير في الحومة يدير خطأ الجميع ينبهه مرة واثنين وثلاثة ثم يخبروا الوالد تاعو، والوالد بمجرد أن يسمع يعاتب ويعاقب الابن تاعو على الخطأ اللي ارتكبه ويديه قدام الناس ويطلب السماح. فكل هذه القيم كانت موجهة من طرف جهة واحدة وهي الجهة التي كانت
تغرس فعلا القيم الفاضلة، وهي التي كانت تساهم فعلا في التنشئة الاجتماعية بعيدا عن المستوى العلمي والمستوى الدراسي. لأنه كما قلت لك قديما اللي كان يجيب الباك كان الناس يسمعوا في البوست فلان جاب البكالوريا، وكانت أفراح عادلي حق يعني المرحلة التعليم المتوسط والثانوي كان شيء كبير جدا. ف من فروض المستوى الدراسي حتى اننا مرات نعيبه ونقول له زعما انت قاري بصح اخلاقك ماهيش مليحه، لانه في ضميرنا الجمعي انه من فروض واحد متعلم واحد مثقف واحد وصل الى مستوى معين يعني يكون سلوكه مليح، تكون اخلاقه مليحه، تكون معاملاته مليحه. لذلك نستغرب من اننا نجد شخص عنده من المستوى العلمي ومن المستوى الدراسي لكن أخلاقه لا تترجم مستواه. ولذلك قلت لك في بداية أو في نهاية السؤال أنه ما كانش تلازم بين المستوى. وإن كان من المفروض أن يكون صاحب المستوى الراقي والعلمي أن يكون متخلقا وأن يكون متزنا وأن يكون على الأقل عنده المتفق عليه في المجتمع تاعنا من الأخلاق الحميدة ومن الصفات الحميدة. طبعا ممكن من المشاهدين من كان قد غفل عن تربية أبنائه مدة معينة فترة معينة لظروف معينة ويريد أن يستدرك هذا الأمر في مسألة الصلاة. أنت دائما ما تضع يدك على الجرح، وأنا أقول لك أستاذ اليمين ومن خلالك لمشاهدي الكرام أنه أنا لا أحبذ تماما هذه تاع خلاص فات الوقت خلاص ديلي وما نقدر ندير والو. هذه الكلمة لابد وهذه العبارات لابد أن نمحيها من قاموسنا ومن استعمالاتنا اليومية. هناك دائما فرصة ثانية، هناك دائما فرصة متجددة، هناك دائما فرص تأتينا لابد أن نغتنمها. ما فاتش الحال الابن تاعك إذا غفلت عنه لفترة أو لفترات هناك دائما أساليب تربوية أخرى، هناك دائما جهات ممكن أن تعيننا على تدارك ما فاتنا. المهم ألا تربي يديك، ألا تفشل، ألا تبكي على الأطلال وتقول والله غير خلاص أنا الطفل هرب مني. أنا أحكي عن, عن, عن تجارب سابقة لأبناء أو لوالدين قصدوا بعض المعاهد وبعض المؤسسات المتخصصة في المساعدة التربوية، وإن الأبناء كان على شفا جرف نهار على شفا هاوية. لكن طبعا الآن الطرق التربوية الحديثة كثيرة وأساليبها وطرقها متنوعة، فنحتاج فقط أن ندق على الباب الصحيح. نحتاج أننا نطلب المساعدة ممن يملك المؤهلات ويملك من الزاد المعرفي ويملك من الباجاج ما يمكنه أن يساعد هذا الفتاة ويساعد هذه الفتاة على أن يتجاوز المرحلة اللي راه فيها وعلى أن يبدأ انطلاقة جديدة. وهذا ما راهوش صعيب يعني وما راهوش حاجة مستحيلة لأنه الإمكانات متوفرة الآن المؤسسات موجودة، كل شيء متوفر، الكثير من المؤسسات متاحة الآن، مؤسسة ومؤسسات الدولة أو حتى المؤسسات الخاصة. نعطيك مثال بسيط جدا، مؤسسات الدولة في القديم كانوا دائما ما يربطوا التكوين المهني مثلا بسن معين، الآن بعد الدراسات وبعد يعني كثير من الأبحاث لقاو باللي التكوين المهني ليس له سن محدد. انت تقول لي اللي اقل من 35 سنه واللي فات 35 سنه ولم يحظى بتكوين علمي او اكاديمي او دراسي واش راح يدير؟ وبالتالي الان اصبحت مراجعه المنظومه التكوينيه، المنظومه التعليميه، المنظومه التربويه اصبحت من الضروره بمكان، وبالتالي اتاحت الفرصه لمن لم تمكنه الظروف معينه او امور ملابسات معينه في حياته انه يدخل الى مجال تكويني او مجال تعليمي. الان أصبح هذه الفضاءات أصبحت متاحة، ما علينا إلا فقط كما قلت أن ندق على الباب الصحيح وأن نتوجه إلى الجهة التي يمكنها أن تساعدنا فعلا وحقا. أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. مسألة التربية فيها صبر وفيها متابعة وفيها ربما فشل في مرحلة معينة ثم استدراك في مرحلة أخرى، وهذه طبيعة الحياة والإنسان مسؤول على ذلك السعي الذي يجب أن يسعاه في هذه الحياة الدنيا، خصوصا في مسألة صلاح الأبناء، لأنه الثمرات هي دنيوية وبعد ممات الإنسان وأخروية كذلك. بلغنا الختام أستاذنا، ربي يباركك على ما قدمته وربي يجازيك إن شاء الله، وفرص أخرى إن شاء الله في مواضيع تربوية واجتماعية إن شاء الله أخرى. الله يحفظك أستاذ عادل. لكم شكر موصول مشاهدينا الأفاضل، بلغنا الختام. برامج القناة لا تزال مستمرة معكم، دام الوفاء منكم. السلام عليكم.